طبعا انت بتفكر دلوقتي عاوز تاكل سمك ويكون طازه وانت اللي مصطاده بايدك ويكون من البحر الاحمر. طيب جربت كتير ومعرفتش تصطاد وزهقت وما قدرتش، خليك معانا قوم بينا يلا على اسماك المراكبي. اسماك المراكبي بتقدم لك النهارده اشهى واطعم واجود انواع المأكولات البحريه، كابوريا وجمبري وبطارخ ومرجان وصبيط ولسه وغيره وغيره وغيره. يلا مش بس كده، اسماكنا كلها من البحر الاحمر، لا كمان عاملين وجبات عائليه وبسعر رخيص وعلى قد الايد، يعني هتاكل كتير وتوفر كمان كتير. وعندنا كمان ارز المراكبي اللي مش هتلاقيه الا عندنا وبس هنا في المراكبي، في الطعم واللذاذه والخلطه هو رز المراكبي اللي يجنن. يلا بينا نلحق بسرعه، اسماك المراكبي التجمع الخامس، مول 120 90 الشمالي امام مايكروسوفت، والدليفري على 16 70 7. اسماك المراكبي هتاكل سمك بجد.